أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. صدق الله العلي العظيم. إذا علمت بأنك ستموت بعد 3 أشهر، ماذا ستفعل؟ إذا تيقنت بموتك بعد شهر، كيف يكون عملك؟ لا شك بأن تصرفاتك ستتغير كثيرا عن تصرفاتك بدون هذا العلم. أعمالك، تروكك، أخلاقك، نفسيتك، كلها ستتغير. ستصبح في قمة الأخلاق، تعفو عمن يسيء إليك، تغض الطرف عمن ظلمك، تسرع في صلة أرحامك، تستعجل في أداء الواجب عليك تجاه الناس، من دين من غير ذلك. عباداتك أيضا تتغير، أعمالك المستحبة تزيد، الكيفية ترتفع، صلاتك تصير صلاة الخاشعين، صلاة الأبرار. الموت قريب، بعد 3 أشهر، بعد شهر، بعد أسبوع. أحد خيرة المؤمنين بمقدار معرفتي أنا في مدينة مشهد المقدس،
أصيب بمرض، شيئا فشيئا اكتشف أن هذا المرض مرض خطير. راجع طبيب، راجع طبيب ثاني، طبيب ثالث، راجع طبيب متخصص مشهور، ربما كان يذكر اسمه أيضا. هذا الطبيب طبعا طلب منه تحاليل، أشعات، فذهب إليه. قال له هذا الطبيب، وهو طبيب خبير متخصص، بأنه مصاب بمرض بنوع معين من سرطان اللثة. وقال له الطبيب بأنك ستبقى حيا من هذه اللحظة، في كل لحظة من الممكن أن يأتيك الموت، غاية بقائك في الدنيا 3 أشهر، أنت من اليوم إلى 3 أشهر أنت ميت، وأقول لك ذلك حتى ترتب وضعك في الآخرة. خرج من عند هذا الطبيب، ذهب إلى طبيب متخصص آخر، أشعات جديدة، تحاليل جديدة، أكد له ما قاله الطبيب الأول. ولعله كان يقول ذهبت إلى طبيب متخصص ثالث أيضا، وأكد له أيضا ما قاله الطبيبان. يقول خرجت من عند الطبيب الأخير في الليل، كان بداية الليل، توجهت إلى حرم الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنا لا أتذكر أي شيء في الطريق، الفكر مشغول، لا أتذكر أنني رأيت أحدا، لا أتذكر أنني ركبت تاكسي، ركبت باص، مشيت، لا أتذكر شيئا أصلا. وجدت نفسي في حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، فصرت أناجي، أطلب من أستشفع به، أطلب منه الشفاء، وأطلت في الحرم الشريف، وأيضا لا أتذكر أن عيني رأت شخصا في الحرم الشريف، فكري مشغول، أنا لا أرى إلا الضريح. بعد ساعات رجعت إلى البيت، دخلت الدار، وجدت كل أهلي نائمين. ذهبت إلى غرفة، كشفت الفرش عن الأرض، وقفت على الأرض بدون فرش، صليت صلاة الليل. كان يقول في كل حياتي ما صليت مثل تلك الصلاة، انقطاع مطلق. طلبت من الإمام الرضا الشفاء عليه الصلاة والسلام، ولكن في صلاتي كل توجهي ذنوبي. هو إنسان طيب جدا حسب معرفتي. أنا مقدم على الآخرة. بعد الانتهاء من صلاة الليل سجد سجدة واحدة، أطلت في هذا السجود، ما رفعت رأسي من السجود إلا بصوت أذان الفجر. يقول عندما رفعت رأسي من السجود وجدت بقعة كبيرة من الأرض بللتها دموع عيني. صليت صلاة الفجر، صلاة الصبح، بعد التعقيبات من الإنهاك من التعب نمت على مكاني في نفس المكان على الأرض. ساعة لعله أكثر من ساعة استيقظت، كنت قد سمعت بطبيبة متخصصة خبيرة في اللثة، أخذت التحاليل والأشعات، ذهبت إليها أيضا نفس الوضع في الليل.
لا أتذكر شيئا، حتى أنني أتذكر عندما دخلت عليها استغربت، يبدو ما استأذنت، هكذا دخلت عليها وجدت عندها مريضا. انتهت من هذا المريض، المريض ذهب، قالت لي تفضل. قلت لها الوضع هكذا، هذه التحاليل وهذه الأشعات. من دون أن تنظر في الأشعات، من دون أن تنظر إلى التحاليل، حتى من دون أن تفحص فحص عادي للثة، قالت لا أنت لست مصابا بهذا المرض. قلت لها أنت لا نظرت إلى التحاليل، لا نظرت إلى الأشعات، لا حتى فحصت فحص عادي للثة. هي يبدو كانت خبيرة، قالت أنت كنت تتكلم، نظرت إلى اللثة ما وجدت أثر هذا المرض، لثتك فيها مشكلة بس مشكلة عادية، هذا المرض غير موجود فيك. قلت لها انظري افحصي اللثة، قالت لا بس. أخذت الأشعات بدأت تنظر، قالت لا يمكن، هذه الأشعات ليست لك. قلت لها أنا بنفسي ذهبت، ما تأخرت ساعة أو ساعتين حتى أقول اختلطت هناك، وقفت أخذ الأشعة أعطاني. سكتت قليلا ثم جرت دموعها، قالت أنت بعد أخذ هذه الأشعات ذهبت إلى حرم الإمام الرضا؟ الإمام الرؤوف صلوات الله وسلامه عليه أم لا؟ قلت بلى، أنا أمس كنت في حرمه الشريف. قالت هذا عمله، هذه معجزته. نظرت إلى التحاليل فحصت، قالت غير ممكن، هذه الأشعات هذه التحاليل ليست لهذه اللثة التي أراها اليوم. وإذا أردت أن تطمئن إلى ذلك اذهب خذ أشعات من جديد، نفس هذه الأشعات، خذ هذه التحاليل اذهب بها إلى نفس أولئك الأطباء المتخصصين الذين أكدوا لك وجود هذا المرض، أنت لست مصابا بهذا المرض. أخذت أشعات، أخذت تحاليل جديدة، ذهبت إليهم، خصوصا الطبيب الأخير ذهل، قال لا يمكن. فتأكدت من ذلك. بعد هذه القضية هذا الشخص المؤمن عاش أكثر من 20 سنة. شاهدي، توفي لعله قبل سنة أو سنتين رضوان الله تعالى عليه، من خيرة المؤمنين الذين أعرفه. شاهدي في صلاته، صلاة تلك الليلة وصلاة مستحبة، صلاة ليل ليست صلاة واجبة، يقول في كل حياتي، تعبيره هذا طبعا الفارسي كان يتكلم، يقول في كل حياتي ما صليت مثل هذه الصلاة. القضية لا تحتاج أن أحلف بالله عز وجل، بديهية، أنا وأنت سوف نموت، لا الكلمة خطأ، سوف للمستقبل البعيد، السين للمستقبل القريب، سنموت، لا أقول سوف نموت، بسرعة. لعله تمر على بعضنا، لا أقول أيام، لعله أسابيع ولا نفكر في الموت. أي غفلة هذه؟ أنا لا أتوقع من الآخرين، الآخرون بعيدون، عجبي من أنفسنا نحن
نحن المتنعمون بالنعم الكبرى كيف نغفل؟ أنا الذي أصلي صلواتي في أول الوقت كيف أغفل؟ شخص بعيد عن الصلاة لا يتذكر، ذاك بعيد العياذ بالله تعالى، ذاك يغفل، ليس غريبا، غريب، ولكن الأعجب منه أنا في كل يوم في أول أوقات الصلاة أصلي صلواتي مع ذلك أبقى غافلا، هذا غريب جدا عجيب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة أصليها في أول وقتها بانضباط وأبقى غافلا، غافلا عن ماذا؟ عن الموت. جدا عجيب. العجيب أنني أنا الذي أشترك في الحسينيات في المجالس الحسينية أبقى غافلا، هذا عجيب جدا. شخص بعيد عن المجالس الحسينية لا يسمع مواعظ، لا يذكر عنده، لا تذكر عنده مصائب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لا يبكي على الإمام الحسين، ذاك يبقى غافلا، ذاك بعيد العياذ بالله تعالى. أنا لا يمر علي أسبوع إلا أحضر مجلس، مجلسين، ثلاثة مجالس، في كل ليلة بعضنا يحضر في مجالس سيد الشهداء، هذه النعمة الكبيرة عليه، مع ذلك يبقى غافلا، كيف يبقى غافلا؟ أنا المتنعم بولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، عندي هذه النعمة وأبقى غافلا، هذا جدا عجيب، يكاد أن لا يصدق. رسالة كل الرسل كانت محدودة باستثناء رسالة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، محدودة، محدودة بحدود مكانية، محدودة بحدود أممية، على أقل التقادير محدودة بحدود زمانية. كل الرسل رسالتهم لها صلاحية، مدة صلاحية، تنتهي هذه المدة، الرسالة انتهت خلاص. رسالة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله لا محدودة زمانا، لا محدودة أمميا، لا محدودة مكانا، رسالة مطلقة، أرسلناك كافة للناس إلى آخر الدنيا، ليست رسالة مختصة بفئة من البشر ولا ببقعة معينة. يعني تلك الرسالات ما كانت لها صلاحية البقاء، صلاحية البقاء ليست موجودة لتلك الرسالات، رسالة رسولنا باقية أبد الدهور إلى آخر الدنيا. أنا تابع لهكذا رسول، أنا عندي هكذا أئمة عليهم الصلاة والسلام بكلماتهم النورانية، أنا أبقى غافلا مع هذه الكلمات؟ حقا غريب، حق غريب، غريب جدا. وغفل عن ماذا؟ عن الموت. صلاتي أصلا لا أتذكر الموت فيها، أعمالي، تصرفاتي، أخلاقياتي، تعاملي مع أهلي، تعاملي مع الناس، تعاملي مع الأعداء، تعاملي مع كل شيء، وكأنني باقي أبد الدهور. لا يا أخي، هناك فرصة إن شاء الله، الفرصة أمامنا طويلة. أولا، من قال لك؟ كم تعرف في هذه الفترة الأخيرة، في سنة واحدة، في 5 سنوات، في 10 سنوات، كم تعرف من الناس الذين ماتوا بموت الفجأة؟ جلطة في القلب، سكتة دماغية جعلته في غيبوبة، حادث سيارة، تفجير، عملية جراحية عادية يموت فيها، موت الفجأة، الموت الذي يأتي من دون تهيؤ. كم من الناس تعرفهم ممن هو قريب منك، من أقاربك، من أصدقائك، من معارفك؟
طفل، كبير، صغير، رجل، امرأة، فقط الموت بعيد عني. إحساسنا بأن الموت شيء بعيد، أنا في صحة الحمد لله، حتى المريض يقول لا بس الحمد لله توجد أجهزة أدوية. ثانيا لا بأس إن شاء الله، الله يطيل في عمرك. من قال لك أن التوفيق يبقى؟ هذا التأجيل أملا بالمستقبل. لا بأس المستقبل موجود، العمر يطول، التوفيق أيضا يبقى، هناك ضمان لبقاء التوفيق. غدا أفعل، بعد سنة، بعد شهر، حتى التوبة، حتى التوبة أستغفر الله وأتوب إليه، إن شاء الله ليلة الجمعة أستغفر، إن شاء الله ليلة القدر، إن شاء الله في ليلة عرفة، في يوم عرفة إن شاء الله أذهب إلى الحاجة أستغفر. الآن مشغول بالذنوب، العياذ بالله، بعيد عنكم إن شاء الله. ثالثا يا أخي، فرضا أنت نظيف إن شاء الله تعالى، إن شاء الله ببركات أهل البيت نكون نظيفين إن شاء الله، والفرصة أمامك إن شاء الله، والتوفيق إن شاء الله يبقى لك إن شاء الله. القضية درجات. في الأمور الدنيوية أنا لا أقول الفرصة أمامي، أستعجل فيما أريده، أريد سيارة، سيارة، سيارة عادية، أجل شراء سيارة، الآن تحتاج سيارة، أجل شراء سيارة بعد السنة إن شاء الله، بعد السنتين إن شاء الله، إن شاء الله أموالك تبقى. لا، الآن أريد سيارة، الآن أشتري سيارة. الآن أقتنع بالزواج، الآن أريد أن أتزوج، الآن. أحد المؤمنين جاء في شهر صفر، المشكلة ليست في أصل الزواج بين قوسين، الزواج شيء مقدس، المشكلة في أن زواجنا أصبح في هذا اليوم مظهر من مظاهر الفرح. في شهر صفر، في أيام مصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يريد أن يتزوج، الآن، الآن أريد أن أتزوج. يا أخي أخر، إما تزوج من دون أي شيء، من دون أي إعلان، مجرد قراءة صيغة عقد لا بأس، خصوصا الشخص الذي يحتاج لا بأس. وإما أجل، أجل إلى بعد الصفر، في أيام أفرح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا في أيام أحزان أهل البيت، لا تزوج في أيام صفر، تزوج. عندما أصل إلى الزواج أريد أن أتزوج، الآن أتزوج، شهر صفر، شهر محرم، لا بأس أتزوج. ولكن في الأمور الأخروية في مجال إن شاء الله. القضية مراحل، حتى لو حصلت الآخرة، حتى لو حصلت الجنة، أنت تبدأ اليوم أو تبدأ غدا أو تبدأ بعد أسبوع، تصل متأخرا، تصل أقل، درجاتك أقل، حتى لو كنت إن شاء الله على خير إن شاء الله، ببركة أهل البيت، ببركة شفاعة أهل البيت، درجتك أقل. غفلة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، غفلة. يعني ماذا؟ يعني نحن نترك الدنيا، لا نأكل، لا نشرب، لا نتزوج، لا نتاجر، لا نفرح، لا لا لا، كل هذه الأمور أمور حسنة عادية، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. واللطيف أن هذه الآية المباركة بالذات خطاب للرسل، لخيرة الخلق، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أكل من الطيبات لا بأس، قل من حرم زينة الله التي
أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في القيامة فقط لك، لا يشاركك غيرك. في الدنيا أيضا هي لك، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني نعم الدنيا أساسا مخلوقة لك، أصلا ليست مخلوقة للمنافق للكافر للناصبي. الناصبي روايات تقول الناصبي كل ما يأكل في الدنيا يأكل غصبا، يأكل حرام، يأكل حصتك. أصلا هي ليست مخلوقة له أساسا، هي مخلوقة لك. استفد من نعم الدنيا لا بأس، ولكن لا تنشغل بالدنيا. كل أفضل الأطعمة، البس أفضل الملابس، ولكن القلب لا يكون مشغولا بهذه الأمور. كل أفضل الناس معيشة، كن أفضل الناس معيشة لا بأس، هذه أمور محللة لك في الدنيا، ولكن الفكر لا يكون على هذه التوافه. في كتاب كتبه مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى عثمان بن حنيف، عثمان بن حنيف الأنصاري وليه على البصرة، كتاب مفصل روعة. يقول في هذا الكتاب في مقطع من: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. علي بن أبي طالب لا يعرف أن يأكل؟ نعم يعرف، عنده. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد، أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدار؟ أم أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت، شاهدي هنا، فما خلقت لأكل الطيبات، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، ليشغلني. لا يكون الإنسان يشغل، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. البهيمة المربوطة همها متى يأتون لها بالعلف، البهيمة المرسلة المتروكة شغلها تقممها، تذهب إلى القمامة، تذهب إلى أجلكم الله المزبلة، تأكل من هنا تأكل من هناك، شغلها هذا. تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. ما الذي يراد بنا؟ لماذا الله عز وجل خلقنا؟ الإنسان لا يغفل عن هذا. تريد أن تأكل الطيبات، كل، تريد أن تلبس الملابس الفاخرة، البس، يكون لك دار، تكون لك دار مرفهة كبيرة لا بأس. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ ولكن لا ينشغل الإنسان. اقترب للناس حسابهم، اقترب. الله يقول، الله الصادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. اقترب للناس يا أخي، قريب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم، الآية حقا عجيبة،
يعني قضية من أغرب ما يكون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، شيء حديث، لا قضية قبل 1000 سنة، قبل 3000 سنة، لا قضية أمس، أمس فلان توفي، أول أمس فلان أصيب بجلطة، قضية حديثة. في كل يوم طفل كبير صغير موت الفجأة، ما يأتيهم من رب، ما يأتيهم من ذكر يذكر الله عز وجل، يذكرهم وشيء حديث، تذكير حديث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. عجيب يعني، لماذا؟ لاهية قلوبهم، القلب لاهي أصلا لا يدرك. هذا الشخص صاحبنا رضوان الله تعالى عليه، هذا المؤمن الذي نقلت لكم قصته، يقول أنا في الطريق ما رأيت أحدا، لماذا؟ لأن القلب لاهي، كان القلب لاهيا بالآخرة، لا يرى الدنيا أصلا، لا يرى، عينه لا ترى الدنيا. أهل الدنيا بالعكس، يسمع الآخرة، يعرف، يحضر في المقبرة، يرى الميت، القلب لاهي، ذاك القلب كان لاهيا بالآخرة بالخشية من الله سبحانه وتعالى، ما كان يرى الدنيا، هذا قلبه لاهي بالدنيا، كل التذكيرات لا يفهم، ذكر محدث من الله ما يأتيهم. الآية حقا عجيبة، ما يأتيهم من ذكر، هذا الذكر ممن؟ من إنسان؟ من مخلوق عادي؟ لا، من ذكر من ربهم، الله يذكره، مذكر هو الله عز وجل، والذكر محدث، شيء حديث طازج، إلا استمعوه وهم يلعبون، القلب لاهي، القلب لاهي حتى من الله عز وجل، ذكر محدث لا يفهم، يبقى غافلا، العياذ بالله تعالى. على الأقل باليوم مرة، على الأقل، الأقل، الأقل بالأسبوع مرة، الإنسان يتذكر الموت، يتذكر، يتذكر. عندما أريد أن أتصرف تصرفا، في هذا التصرف عندي جواب لله سبحانه وتعالى أم لا؟ تصرف مع الناس، تصرف مع الخالق عز وجل، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين المبعدين، اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد، اللهم أوزعني شكرك، وأوجب لي كرامتك، وأوجب لي المزيد من لدنك، ولا تنسني ولا تجعلني من الغافلين، اللهم أحبني وحببني وحبب إلي ما تحب من القول والعمل، حتى أدخل فيه بلذة وأخرج منه بنشاط، إنك أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.